مع ساعات الصباح الأولى اقتحمت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة منطقة النقب جنوب إسرائيل لهدم بيوت قرية أم الحيران البدوية بحجة البناء غير المرخص. وقتل في الاشتباكات فلسطيني من النقب برصاص الشرطة التي زعمت أن يعقوب أبو القيعان قام بعملية دهس بسيارته شرطيا ما أدى إلى مقتله. وانهلت الشرطة بالضرب على رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيسة أيمن عوده. ويقيم نحو 1000 شخص بقرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب من أجل بناء مستوطن اليهود على أنقاضها تسمى مستوطنة حيران. وترفض إسرائيل الاعتراف بنحو 40 قرية عربية بدوية منها أم الحيران ولم توفر لهم الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء أو حتى ترسيما هيكليا تنظيميا للحصول على تصاريح بناء.